منصات التواصل الاجتماعي ازاي تحولت من وسائل التواصل الاجتماعي لشكل مختلف خالص، انها ابتدت تبقى ساحة من ساحات الخلافات ونشر الفرقة ومشاكل بتحصل بين الناس، والناس بقى بتتخاصم وتحصل مشاكل، وبالعكس ممكن الموضوع يكبر ويبقى يعني خلافات ما بين شعوب صحيح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح، هي المنصات الحقيقه منصات التواصل الاجتماعي انا بسميها المتهم البريء، او انا بسمي دايما الانترنت عامه هو المتهم البريء. هو شيء زي ده كان موجود عشان يقرب ما بين الناس وبعضيها، ويقرب ما بين الثقافات المختلفه في الدول المختلفه، الشعوب في كل دوله على حده. ولكن فكره المستخدم نفسه، هل المستخدم يستخدم هذه المنصات في شيء نافع أو شيء ضار؟ وإذا استخدمه في شيء نافع هيعود عليه بإيه؟ وإذا استخدمه في شيء ضار هيعود عليه بإيه؟ والحقيقة إن النفع أو الضرر اللي بيعود على المستخدم مش مقتصر على المستخدم بذاته، ولكن مقتصر على المجتمع ككل اللي موجود في الفرد ده. على سبيل المثال، معظم الشعوب، وأنا مش هذكر أسماء بعينها، المستخدمين فيها بيبدأوا يفصحوا عن خصوصياتهم السرية التامة على العلن في منصات التواصل الاجتماعي، وهذا فهم خاطئ. يعني معظم الناس دلوقتي بتحط كل حياتها اليومية على منصات التواصل الاجتماعي، من أول ما بيصحى من النوم لغاية ما بينام، وزي ما يكون بيشارك العالم كله مش بس الإقليم الجغرافي اللي هو عايش فيه عن حياته الخاصة. في على النقيض أو على التوازي، في ناس تانية بتستخدم الداتا أو البيانات اللي الأشخاص دي بتحطها في عملية بروسيسنج أو معالجة لتلك البيانات عشان يقدر يحدد معايير معينة أو يعمل إحصائيات معينة عن كل شعب وعن كل دولة وعن كل إقليم من خلال اللي بيحصل داخل هذه المنصات والمنشورات. مصطلح أبراج المراقبة ده ما بيتقالش علشان الناس تضايق بعض على السوشيال ميديا، ده في ناس متخصصة فعلا في المراقبة. صحيح، في ناس وفي دول وفي جماعات وفي جهات وفي يعني حاجات كتيرة قوي ممكن تحصل من خلال البيانات. ويعني يذكرني ان ليه المنصات دي بتقدم خدمة مجانية مع انها من اغنى الشركات في العالم. لا شيء مجاني يا عزيزي. آه. لا شيء، عندما تكون الخدمة مجانية اعرف ان ايه. صحيح. احنا السلعة. طيب، طالما طالما الخدمة اللي بتقدم ليك مجانية، ما فيش حاجة مجانية زي ما حضرتك قلت، ولكن بياناتك ومعلوماتك هي ثمن دخولك على هذه المنصات أو هذه المواقع. والبيانات والمعلومات هي بترول القرن 21 دلوقتي، هي أغلى سلعة موجودة في العالم، هي بيانات ومعلومات الأفراد والشعوب والمجتمعات.